شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب وسوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري وتوصية صندوق النقد الدولي وتخفيض انبعاث الكربون في الصناعة المغربية أهم المواضيع التي تطرقت لها الصحافة الاقتصادية الأسبوعية. وهكذا سلطت أسبوعية لافي إيكو الضوء على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث كشفت أن المغرب من البلدان التي تبذل جهودا في مجال الاستثمارات، غير أن ذلك لا ينعكس بشكل قوي على مستوى النمو الاقتصادي. واهتمت نفس الأسبوعية في الملف الخاص عن العقار بسوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تعرف حاليا دينامية كبيرة وتمثل عامل جذب مهم بالنظر إلى الامتيازات المرتبطة بأدوات الاستثمار الجديدة هذه، كما يبين ذلك عدد الشركات المكلفة بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة إلى حدود الساعة. وبدورها أوردت فاينانس نيوز إبدو أن صندوق النقد الدولي يدعم التوجه الذي يسلكه بنك المغرب، لا سيما في ظل الاستمرار في السيطرة على الضغوط التضخمية. ومن جهتها كتبت صحيفة تشالنج في مقال بعنوان إزالة الكربون، الصناعة المغربية تبدأ مسيرتها الإجبارية، أن القطاع الصناعي بالمغرب يستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد.